قبل إعلان أبو حجة تجميد نشاطاته المجلسية الشعبية الوطنية، كان جميع النواب ينتظرون استقالته من منصبه بعد الضغوطات التي يواجهها منذ أسبوع، ودخول حمص إلى ميدان الصراع للعب دور الوساطة في الوقت بدل الضائع. شهيرة علي سلام رصدت لنا الأجواء وأعدت لنا هذا التقرير، نتابع. لا السعيد بو حجة استقال ولا النواب هدأ لهم بال، هي الأجواء التي سادت داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني. فخلال جولتنا لاحظنا العديد من نواب الكتل البرلمانية، الأفلان، الأرندي، تاج، الحركة الشعبية والأحرار، يترقبون موعد إعلان السعيد بو حجة استقالته من رئاسة المجلس. لكن وحسب ما سربه لنا مصدر من كتلة الأحرار، فإن أبو حجة أخبره أنه سيقدم استقالته خلال الساعات القليلة المقبلة، كون رئاسة الجمهورية لم تولي اهتماما بهذه القضية، كما أنها لم تتصل به لاستفسار أو للدعم. الخبر نفسه أكده لنا نواب من الأفلان والأرندي. ونحن كنا نتمنى أنه يقدم استقالته نظرا لهذه المعطيات، وهو كمسؤول على هذا المستوى، يعني أنا أعتقد أنه غادي يتفاهم ويقدم الاستقالة تاعو في الساعات القادمة إن شاء الله، لأن ولا واحد يعني يقدر يتمنى أن يكون فيه عرقلة لنشاط البرلمان. أخ الرئيس سعيد بحجة فسوف يتفهم الوضع ويقدم الاستقالة تاعونا، هذا هو الشيء الأحسن، لأن الدولة ماشية والرجال يعني هما مؤقتين لهم مهام وفيه تداول، كما هو قال فيه تداول على السلطة. في وقت قررت المعارضة عدم انخراطها في مسعى الكتل البرلمانية صاحبة الأغلبية المطلقة للضغط على بو حجة وتقديم استقالته، اختار بعضهم تتبع الوضع عن بعد، لكن حمص اختارت طريقا آخر في الوقت البدل الضائع لحل الأزمة ولعب دور الوسيط بين النواب وبو حجة. احنا مستعدين ان نتوسط بين الطرفين وندعوهم للتعقل، ندعوهم للتراجع، ندعوهم لأن نحل مشاكل المجلس بالطرق القانونية فيما بيننا، بلا ما نبهدلوا المجلس، بلا ما نبهدلوا النواب، بلا ما يعني نبهدلوا رواحنا أمام الرأي العام الدولي والمحلي. هي أهم الأحداث التي دارت اليوم بمبنى زغود يوسف، لكن هل هو الهدوء الحذر الذي يسبق العاصفة؟ عاصفة قد تجبر بو حجة على تقديم استقالته بدل إقالته، ويقدم بذلك بوادر انفراج الأزمة، سيما وأن نواب البرلمان مقيدون قانونا بمناقشة قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً.